أول شيء اكتشفته بالمصحف اكتشفت وين العلة، منين اكتشفت العلة؟ بسورة الكهف لعلك. وضرب لهم مثلا رجلا جعلنا لرجلين جعلنا لأحدهما جنتين إلى قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من صلد ثم سواك رجلا ولكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أنا اطلعت هو ما قال أنا لا قال كفرت ولا قال أشركت. صاحبه اتهمه أنه أنت كفرت وأشركت. هو شو قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. بالطبيعة الثبات غير موجود، كفر بقانون التغير. وقت قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا معناتها الساعة ما عاد تقوم لأنه الساعة هي الصيرورة النهائية للكون، معناتها الساعة ما في داعي تقوم وما عاد في أي تغيير. قام قال له أنت كفرت بقانون التطور بالذي خلقك من تراب ثم ثم سواك رجلا ورجل لهم معناتها ذكر رجل يعني ترجلت كنت على أربع وقفت على سنتين ولكنه والله ولا أشرك. هلا وين أشرك؟ الثبات لله. قام هو حطه لغير الله هاي هون وقال له أنت أشركت. فعرفت تماما أنه العقل العربي ستاتيك ساكن ما لساته واقف على القرن الثامن والتاسع ميلادي ما تحرك.